في تجربة مفيدة سعياً للنجمة الثامنة، منتخب مصر بدون صلاح يكتفي بهدف يتيم في مرمى تنزانيا استعداداً للكان. بدأ منتخبنا بالشناوي وقدامه 4-2-3-1، حجازي وعلاء قلبين دفاع، على يمينهم المحمدي، على شمالهم أيمن أشرف، قدامهم طارق ودونجا على الدايرة، قدامهم على اليمين وليد سليمان، على الشمال وردة، عبد الله السعيد في عمق الملعب خلف مهاجم وحيد أحمد علي. بناء الهجمة في دور لوسط الملعب، طارق ودونجا بالتحرك والحرية الكاملة في مناطق التحضير عشان يطوروا بناء الهجمة، مع وجود أدوار لوردة بالتحرك العمودي مع حجازي عشان يستلم الكرة الطويلة في وسط ملعب تنزانيا، ونفس الكلام لوليد سليمان مع محمود علاء. عبد الله السعيد حل إضافي إنه يسقط في وسط الملعب بقدراته على التمرير الطولي المفاجئ، مع وجود حل مهم هو أحمد علي القوي جدا بدنيا عشان يستقبل الكرة الطولية، يقدر يعمل المحطة ويطلع أطراف الملعب. منتخبنا مع أجيري بيعتمد على الأطراف أكتر، وردة وسليمان بيضموا في أنصاف المساحات عشان يخلقوا مساحات على الأجناب للمحمدي وأيمن أشرف، وده حل. والحل التاني الثنائيات على الأجناب، وليد والمحمدي أو وردة وأيمن، مع دخول الطرف العكسي وقطع عبدالله السعيد في عمق الملعب. اهتمام واضح من أجيري بالضغط من أقرب نقطة لحظة فقدان الكرة، وده بيساعد منتخبنا على الوجود أطول وقت ممكن في مناطق المنافس. وليد سليمان وأحمد علي في الوضعية الدفاعية بيضغطوا على قلبين الدفاع، ووردة وعبد الله بيقفلوا مساحات الباص على الباكين وقلبين وسط الملعب عشان يمنعوا البناء، مع الاعتماد على قدرات حجازي وعلاء الهوائية في إيقاف الباص الطولي. المشكلة في الشوط الأول كانت في أن اللعب كان إيقاعه ثابت وبطيء طول الـ 45 دقيقة الأولى. في الشوط الثاني عبد الله اتحرر اكتر، ووردة بدا يميل للقلب عشان يسنده، والطريقه اتحولت ل 3-2-3-2 هجوميه، وهنا بدا منتخبنا يطور اكتر من العمق مع الاطراف اللي بتعتبر اهم افكار اجيري. لكن تبقى مشكله غياب الابتكار من وسط الملعب باستثناء عبد الله السعيد، والارتباك الواضح من المهاجمين في منطقه الجزاء لحظه استلام الكوره. المعظم قال شكل المنتخب يقلق مع الظهور الباهت لبعض لاعبي الفراعنه، لكن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، وتنزانيا كانت الخطوة الأولى في انتظار شكل تاني ولعب تاني وأهداف تاني قدام غينيا في البروفة الأخيرة قبل خوض المعترك الأفريقي لتحقيق النجمة الثامنة.